استغل الناس والظروف دي. ايه ده؟ طب عايزه تقابلي وتصاحبي براحتك، بس على الاقل ما تاخديش بنتي معاكي. هو انت ماشي ورانا ولا ايه؟ كنت عارف وقلبي حاسس انك عايزه توسخي البنت زيك بالظبط. حرام عليك، ده انا سبت لك كل حاجه، عايز مني ايه تاني؟ عايز بنتي يا هاني. يا استاذ انا مجرد سمسار بشوف لها شقه. وعليه شقه يا بيه؟ ما تاخدها في اي حته على جنب، دي سهله ورخيصه. حسبي الله ونعم الوكيل. هقول ايه بس؟ تعالي يا بنتي معايا. ما يصحش الكلام ده يا استاذ، دي واحده ست، اتكل على الله اعمل الكلام ده بره لو سمحت. مالكش انت فيه، تعالي يا فريده، تعالي يا حبيبتي. يا استاذ بقول لك ما يصحش كده، اذا سمحت يا اما تقعد باحترامك يا اما اتكل على الله من هنا. بقول لك ايه، انا مش عايز استغبى عليك عشان انت راجل عندك ظروف. طب غرفه ده يا بقى بدل ما اخليك انت كمان عندك ظروف. الله 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 الله، الشيخ حماده بتاعك يا ست هانم بيسترجل عليا عشان واحده وسخه زيك. اتفضل حضرتك استريح، نشرب فنجان قهوه، هنفضل واقفين كده؟ مفيش وقت يا سيف، كل ثانيه بتعدي فيها خطر، الموضوع وصل لمرحله خطيره. هو انا النقيب طارق جالي وحكى لي الكلام ده، وانا قلت له الصراحه ان مفيش في ايدي حاجه اعملها، سيادتك عارف ان موضوع السيارة ده انتهى من زمان. هو انتوا ياسين للدرجه دي؟ يا ريت نسمعنا كلام طارق. على فكره طارق ده ضابط ممتاز، يبقى ابن اللواء فيصل غلام. محدش صدقه لما اتكلم في الحكايه دي، وانا ما حبيتش ان انا ازعجك، بس أنا لقيت حاجة غيرت الموضوع تماما. خير؟ سيف باشا. العميد جلال، مدير اداره مكافحه الارهاب. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا، اتفضل. احنا متشكرين طبعا انك شرفتنا، وفي نفس الوقت بنعتذر ان تعبناك تجي لنا لحد هنا. والحقيقه انا من شويه كنت لسه بقرا ملف حضرتك، شيء مشرف بجد. ربنا يخليك يا باشا، انا اللي شرفني ان سعادتك تطلع على ملف خدمتي ويعجبك كمان. وفي الحقيقه اللي جابني النهارده أنا عايز أقفل الموضوع اللي سعادتك هتكلمني فيه دلوقتي حالا للأبد. أنا عارف كويس قوي المشكلة الكبيرة اللي عندكم، وعارف الضغوط اللي بتواجهوها، بس صدقني أنتوا ماشيين في الاتجاه الغلط. معلش يا جلال باشا، أنا محتاج إن أنا أتكلم مع سيف شوية علشان أشرح له أبعاد الموقف. أكيد أكيد طبعا، اتفضلوا المكتب مكتبك يا حمدي بيه، اتفضلوا. بعد إذنك يا سيف باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. بص يا سيف، انا عارف ان الموضوع صعب عليك جدا. مش فاهم قصدك ايه. انت دفعت ثمن غالي قوي عشان توصل للصياد، شغلتك اللي انت بتحبها وعينيك وحياتك كلها تأثرت، وطبيعي جدا انك تبقى عايزه ميت، والا تحس ان كل ده راح حضر. بس بقى لو الراجل ده لسه عايش وهو اللي بيعمل الجرائم دي، تبقى غلطان لو انسحبت وما ساعدتناش. سيف احنا هدفنا واحد،
عايزين نتأكد إن الموضوع ده انتهى للأبد. بقول لك يا حمدي، أنا شفته وهو بيموت قدام عيني. وبمساعدتك لينا إن شاء الله هنتأكد من الموضوع ده. أنت مش تأكدت من العلامة بنفسك؟ ممكن يكون حد بيقلده. حتى لو اللي أنت بتقوله ده حقيقي، يبقى اللي بيقلده ده يا إما عارفه يا إما كان شغال معاه. وده معناه إن إحنا هنضطر نفتح القضية من تاني. تعالى يا طارق. مساء الخير يا باشا. أهلا وسهلا. أنا عايز أعتذر لسعادتك إذا كنت قلت أي حاجة ضايقتك. سعادتك ما تعرفش والله أنا بقدر مجهودك قد إيه والتضحيات اللي أنت عملتها. طارق هيبقى من المجموعة اللي هتساعدك في القضية. ده شيء يشرفني جدا، بس للأسف مش هيحصل. لأن لا أنتوا عندكوا قضية ولا أنا عندي استعداد إني أشتغل في أي حاجة مع أي حد. الكلام ده نهائي. والموضوع ده اتقفل. عامل ايه؟ وائل باشا استنى، عايزه ايه؟ ما انت عارف انا عايزه ايه. بص يا لبنى، انا ما عنديش اي استعداد للارتباط من اي نوع. انا بقى لو كنا نصاحب وخروجات وتظبيط ماشي. ايه ده؟ عايزه اي معلومات عن القضيه بتاعت الرائد نور الدين؟ ما انت عارفه كل حاجه ونشرت الموضوع. معلومات ايه بقى؟ ده انت عندك معلومات انا شخصيا ما اعرفهاش. هو انتوا شاكين ان اللي قتله هو برضو اللي قتل المقدم صلاح عبد الحي والرائد عبد الحميد البشوتي؟ وهل فعلا اللي بيحصل ده ممكن يكون انتقام من جماعه ارهابيه مثلا؟ اللهم طولك يا روح. طب بص، طب هو اللي اتقتلوا فعلا اكتر من 100 واحد؟ لبنى انت مزه اه وكل حاجه، ما اقدرش انكر، انما الكلام في الموضوع ده بالذات حساس جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الزملاء. ما ينفعش تتكلمي فيه ولا تسالي عنه. وبعدين انا مش عايز مشاكل واشاعات من اي نوع. خلاص سلام. طب هخليك تعزمني على العشاء. انت يا لبنى للدرجه دي شايفاني رخيص؟ لا والله ما قصدي. لا طبعا قصدك، باين جدا انه قصدك. لا والله ما قصدي. على العموم انا هعدي عليك في الجورنال النهارده الساعه 7:30. 7:30 و6 همشي. ماشي ماشي. باي باي. حلو. طب ما فيش اي احتمال انك تغير رايك؟ شوف يا حمدي، انا جيت معاك لحد هنا احتراما للزماله والعشره اللي بينا، انما موضوع الصياد ده اتقفل خلاص، وانا شخصيا مش حابب ان اتكلم ولا حتى افكر فيه تاني. ثانيه واحده يا سيف، ثانيه واحده. في تطورات حصلت يا جماعه وعايزكم تركزوا معايا جدا. في تحريات مشتركه بين المباحث وناس لينا هنا، ورصدوا مكالمه بين ناجي الخليلي في لندن والراجل ده شريف عباس راشد. ده نصاب ومزور ومتهم في اكتر من جريمه قتل، لكن سابوه لعدم كفايه الادله. انا هكلف مجموعه منكم تعمل تحريات عنه، عايز وقتكم وجهدكم. محدش يروح النهارده لما نعرف كل حاجه عنه.